نفسي احقق احلامي وانجح وابقى زي اي حد بينجح واعمل فيديو كليب وابقى رقم واحد على اليوتيوب والفولورز تزيد واعمل اغاني والاشاعات تكتر عليا واكتب شيكات بدون رصيد واشد بودره واستغفر واتوب. سامحيني بقى يا الهاب. سمحتك يا زماره. على ايه؟ اللي انت عملته. انا ما عملتش حاجه، انا بحلم يا الهام، بحلم. انت تعرفي يا الهام، اول ما ربنا يكرمني واعمل البوم كبير هعمل لك اغنيه واخليكي الهيدز. بجد؟ ايوه. ميرسي قوي. عارفه اقول لك فيها ايه؟ الهام. ايه؟ لا دي بدايه القصيده. اه. ما انا عاملها خطفه كده عشان الناس تتخطف معايا. الهام. نعم. لا ده انت غبيه بقى. لا والله ما قصدي. لا انا عايز اقول القصيده. حاضر قول. علشانك يا الهام انا ممكن اروح فيتنام واتحدى كمان فندام واتبهدل اخش اقسام واخد لي جوزين اقلام يجيبوا لي فراوله ومانجا او صوبيا وبلح الشام. مش عايز غير الهام، مش عايز غير الهام، عايز اخش الحمام، عايز اخش الحمام. حلو قوي قوي. لا انا عايز اخش الحمام فعلا، مش قادر. الله يا مسلحي، الله على رومانسيتك، وكمان جايب لي بوكيه ورد. حصل. انت جاي تقابل رنجة يا مسلحي؟ يلا يلا مش مشكله. على فكري انت حلوه قوي في لبس العيال الصغيره دي. لا وما شفتنيش كمان في لبس العيال الكبيره، جنن. اكيد تعجبي الباشا يا باشي. طبعا الرقع القالب يا اخويا. لا ومش اي قالب، ده قالب ايه ما شاء الله عليه. بقول لك ايه يا مصلحي. نعم. انا كنت امبارح قاعده انا وامي بالليل. قالت لي جبتي افراح؟ قلت لها ايوه يما. قالت لي يعني هو ما فيش حد كده ولا ايه يا مسلحي؟ إيه؟ انت هتنام؟ لا خلاص. انا بتكلم على فكره. ماشي اتكلمي. قالت لي يعني ما فيش حد معجب بيكي كده ولا كده؟ قلت لها هو بصراحه فيه يعني فيه، بس هو إلهي اتص في نظره، يعني إلهي اتص في نظره مش عايز يجي يتقدم. وانت مش جاي تتقدم؟ بجد هيك لك كده؟ ده انا عندي استعداد اجي اهد البيت واهد الدنيا كلها، بس كنت مستني منك الجري لايت. ضحكه ولغات يا مصلحي. يلا مش مشكله. ما تيجي يا اخوي، ما تيجي ما تيجي تهد البيت تزلزله، المهم تيجي تتقدم بقى وتخلصني. والله يا افراح الموضوع ده ما كانش ببالي، بس شر ولابد منه. لا 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 بقول لك ايه، لم نفسك. حاضر. انت هتتشل وتتني عليا على ايه؟ انت فاكر نفسك امله؟ لا يا حبيبي، ده انا افراح، افراح اخت زماره بنت امبابه، يعني انا امله مش انت اللي امله. لا 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 لا، هو في ايه؟ طب اخر سؤال يا ست افراح، هو العرق الهافف دي في العيلة كله؟ بجد يا عسلية الجو ده تحفة. بقول لك ايه؟ هو انت ازاي تعملوا حفلة تنكرية من غير ما تقول؟ كنت جبت الكوستيم بتاع روبانزل اللي عندي في البيت. كوستيم؟ لا اسمه كوستيم، كوستيم. اه عايزة بصمات بالكمون مش تقولي طيب؟ ايه؟ ما علينا. كنت عايزة اقول لك على حاجة. قولي. بصراحة بصراحة مش قادرة انسى منظرك وانت بتتضرب قدامي، شكلك عسل قوي قوي. هي بنت تفتحينا ولا ايه؟ على فكرة اتضربت كده جبر خواطر، وانا على فكرة قريت في كتاب الشاعر الكبير عبد الباسط حمودة اللي هو عامل كتاب اديني قلبك، ان لما تتضربي كتير تعيش كتير. وعلى فكرة عايز اقول لك حاجة، ما الاستاذ فريد شوقي اتضرب في فيلم الفتاوى، الاستاذ عادل ادهم اتضرب في فيلم الفتاوى، الاستاذ مصطفى ابو سريع. مين مصطفى ابو سريع ده؟ كان بيتفرج على فيلم الفتاوى. انت عارف الشاعر الكبير قوي الاستاذ عباس حموده قال ايه؟ اديني قلبك وخد حنانك. المهم ما تنسيش الكلام اللي عايز اقوله لك، في كلمه عايز اقولها لك. ايه؟ يعني اقول عادي؟ اه. اقول عادي؟ اه. يعني اقول الكلمه عادي؟ عادي. مش هتتكسفي؟ شوقتني قوي. اقول؟ هاتي 50 جنيه سلف. ايه؟ خلاص ما تزعليش بقى يا افراح. انا خلاص قرفت وزهقت، شايفة أمي بتعمل فيا إيه؟ بدل ما تلبسني فستان فرح بتلبسني لبس عيال صغيرة، وأنا صغيرة على الكلام ده؟ أنا كبرت وعايزة أتجوز، أنا خلاص اتحنطت من قلة الجواز.
معلش يا افراح، لازم ناخد مدام امبابة على قد عقلها، وما تنسيش ان ده جزء من العلاج. والله انا اللي عايزه اتعالج، ودوني مستشفى بقى وعالجوني. يبقى عليكي على مستشفى العباسية. انت بتهزري يا حيوان؟ ما تمشي انا من هنا بقى. الله، اهو هو ده بقى كريم. سنك قوي ما شاء الله. شفتي قلعة النضارة وال ده كريم ابني ما شاء الله في اولى اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله، اولى اعدادي وشنب ودقن ورجوله كده في لا لا لا، شنب ودقن ايه؟ دي امه كريم اللي جنبها من غير شنب ودقن، اصله طالع شبهها بالظبط. ربنا يخلي. ربنا ياخد امه. ايه؟ انا اسف، انا اسف، انا اللفظ خني، كنت عايز ادعي. لا 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 لا، انا سمعتك، انت قلت ربنا ياخد امه. يا راجل قولها بصوت عالي وانا اقول امين. امين؟ ايوه. أمين 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 طبعا أمين أمين أمين. إن شاء الله كده تشوفه من الأوائل أو تشوفه في دبي، أيهما أقرب؟ لا لا لا، دبي إيه، هو فعلا من الأوائل، كريم الثاني على مدرسته وعلى المنطقة التعليمية كلها. طب أنت ما عندكش عيل كده يكون مش غاوي مذاكرة، صايع ضايع تلفان؟ أنت كده بتتكلم على كل ولادي ما عدا كريم. عندك مثلا سامر ابني الخامس على مجموعته في الدرس، مع إن مجموعته كلها أربعة. إزاي؟ ما بيروحش. هو ده هو ده هو ده، الواد ده جامد، ده يلزمني. جامد ايه؟ ده مسميينه سامر كهربا، زي كهربا بتاع الزمالك. يا اخويا كهربا راح الاهلي. اهو اللي بتخبط على الكوره زي البطيخه قالت لك. مش فارقه اهلي ولا زمالك، المهم عايز منه ايه بالظبط؟ اقعد بس اقعد، انا هشتريه. ايه ايه يا عم، في ايه؟ ما هو مغلبك انت وامه، وبعدين انا مش عايز كله، انا عايز رجليه بس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي جوزك بيقوله ده يا مدام؟ لا اصلك انت فاهمه غلط، هو ملهوش في الماركتنج ولا في السيلز، بس هو سمسار لعيب، هياخد منك الواد ويديك بداله فلوس قد كده على قلبك. وكده بقى الكلام يحلو. ما شاء الله، يعني ابني كده هيبقى زي كباتن الكبار، كابتن وليد صلاح وكابتن بدر رجب وكابتن محمود بكر. بدر رجب ومحمود بكر؟ انتوا بايعين التلفزيون من امتى يا حاج؟ لا انا ما عنديش تلفزيون، انا كنت بتفرج على القهوه قبل ما تتكسر فوق دماغ المعلم بسبب المشاكل والخناقات، وانا زي ما انت شايف انا هنا طول النهار في الشغل. طول النهار في الشغل لحد ما المدام ده انا طلعت. المدام؟ ربنا ياخدها. امين. ايوه امين يا رب. بقول لك ايه، مش يلا عشان ده مجنون. يلا بينا. يلا اتفضلي. فتح ناس طيبين قوي. بعد ما قلب الكتاب قد أعلن الطعن إيداع الحكم بعد ختمه، وذلك لم يقدم أسباب لطعنه في العشرة أيام التالية لحصول الإعلام، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا، وذلك بالرجوع للقانون 24 سنة 74. طب أنا 74 ما كنتش اتولدت، أنا مواليد 81، عشان كده بشيل أم المادة دي. أيوة كابتن حبيب قلبي، وحشني والله. أيوة يا لا عندي عندي، لا مصريين لا مصريين، ما عادش عندي حاجة تانية. لا بحضر بقى، عندي واد بسكوتة والله، واد عسل، طاعة ايه وادب ايه واخلاق ايه. لا لا، عمره بقى قال على الفانيلا في الملعب، عمره. لا لا، ده بيتقال عليه ابن امه. والله من كتر الادب. لا لا ايه، مش لازمك مش لازمك. طب ايه عايز حاجة تانية، مواصفات تانية ايه؟ بيقلع الفانيلا ورميها في الارض. فنينا ورميها في الارض. لا لا، الاسبوع الجاي بقى عندك ان شاء الله يا كابتن. تؤمر؟ خلاص تؤمر، ماشي. كان في بس 320 جنيه فاضلين من اللعيب بتاع كفر تورمس. كان في 320. الو الو، خطوط وحشه قوي الفتره دي قوي. انا لك لازم أن ترد طبعا. طب لو ردت اقول لها ايه؟ اقول لها عامله ايه؟ عامله ايه على الغدا؟ انت بتستهبل؟ يعني اقول لها مثلا وحشتيني، انا عازمك على مطر الخيريه. قناطر الخيريه؟ اما انا سمعتها، ايه القرف ده؟ خلاص بلاش، قول لها عازمك مثلا على جنينه السماك. السماك؟ كمان مش عارف تقولها؟
اسمها جنينه الاسماك. ايه ده مغيروا اسمها ولا ايه؟ اسكت. بص انا اقول لها نروح السينما. ماشي. اول ما بنخش السينما ايوه والنور بيطفي طبيعي الفيلم بيبدا. ماشي. الفيلم بيخلص وبعدين نروح. انت بتستقبل يا زماره؟ يا ابني الوقت اتاخر لازم اروحها. اوه طب انا عندي فكره تانيه. ايه؟ انا اديها رنه واقفل بسرعه هي تتصل وانا اديها رنه برضو وهي تتصل. رن بتتصل. بقولك والنبي وانت بتكلمها علي صوتك بس. ليه يا ابني؟ معلش قطره زمار يا ابني مفيش حاجه اسمها كده. عايزين تكلمها باحساسك. باحساسي يعني اخلي احساسي يكلمها وانا اسكت؟ اسكت بقى خالص. الو. ايوه الهام. الو. ايوه الهام. الهام مين؟ انت فريده. معلش انا متوتر. معلش. ايوه الهام انا فريده. يا ابني اسكت بقى. ايوه الهام التليفون ده رن عليا. ايوه التليفون ده رن عليا. انا اللي رنيت. معلش اصل انا برن وانا نايم. معلش اصل انا برن وانا نايم. المشكله دي عندي وانا صغير. برن وانا نايم. المشكله دي عندي وانا صغير. برن وانا نايم. وحشتيني قوي. وحشتيني قوي. يا الهام. يا ابني ما تكلمش بقى مراتي بالشكل ده. معلش يا زمان. انا اسف. معلش. الو. ايوه الهام. ايوه الهام. يا ابني والمصحف اهو. اهو قفلت في وشها. يا زمان انا مش مركز. سيبني في حالي بقى عسليه بقى. اطلع بره اوضتي. ما انا اوضتي يا كمان. خلاص يلا احنا الاثنين نطلع بره. على حسب هي كامله من انهي منظور. ايه ده؟ يعني في امل اقتلها وما تقفش؟ طبعا في امل لان اركان الجريمه الكامله ثلاثه: الجاني، الدفاع، حراسه المرمى. الله حراسه المرمى ايه يا متر؟ انا اسف جدا معلش الكورسات دخلت في بعض. تمام يا متر. يعني انا كده شغلي هيكون على اساس ان الجاني ما سابش اي دليل وراه وبكده اقدر اطلعه براءه. يعني لو انا سبت دليل ورايا هتسيبني اروح لحمل المشنقه عادي كده؟ يا استاذه نضال اهدي. كلنا نهدى. لو ركزنا في المحاضره دي بالذات محدش هيروح لحمل المشنقه. الكورس ده موجه لارامل المستقبل بيساعدنا فيه الولاد شباب القانون. ركز كلنا مع بعض. الاسبوع اللي هتقتلي فيه جوزك لازم يكون اسبوع عسل عصافير مع بعض بنغني من الشباك. ها لازم يبقى اسعد اسبوع في حياه جوزي. بياكل اللي بيحبه، بيشرب اللي بيحبه، بيتغسل له شراباته وبكسراته علشان لما تقتلي امه ما يبقاش في اي دليل وراك. وكده ده الجزء الاول. التاني تبقي بعيد خالص عن مسرح الجريمه. والتالت ما تسيبيش اي دليل مادي في مسرح الجريمة. انا ما خصني اقتله بالسكين او اوصل. انا ممكن اجرحه بنظرة، بكلمة، واسيب مشاعر تنزف للأبد. ايوه صح. انا ليا واحد صاحبي من دمنهور قلبه اتجرح بنظرة من وهو في تانية تجارة. فضل ينزف لحد ما بقى في البكالوريوس ومشاعره اتبهدلت خالص. وحياة امي. وحياة أمك تهدى علينا شوية. وبدي أسأل قديش بتكون العقوبة إذا قتلته بالكلمة؟ وهيك بيكون المختص قاضي الجنايات؟ أنا
انا المختص وبقول لك اعملي اللي انت عايزاه براءه و500 جنيه مكافاه. انا مش فاهم حاجه خالص. نركز مع بعض يا جماعه، نركز مع بعض. طب يا مستر دلوقتي لو عندنا يعني لو حصل بالغلط يعني وحبيت المدعيه بتاعتي او يعني لو حبيت واحده معايا في الكورس زي ما بنشوف في الافلام يعني اعمل ايه؟ انا قفلت قلبي من الحب خالص. عندك حق يا ام ارواح، مش لازم نسيب نفسنا وقلبنا الراجل يتحكم فيه. احنا لازم نكون واعيين اقوياء. ايوه صح. هو ايه اللي صح يا ابني؟ هو انت فاهم حاجه؟ لا 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 يا جماعه، انتوا كده هتبداوا تخلوا الواحد يبدا يخاف ان هو يحب. لا لا يا حبيبي ما تقلقش، حب وانبسط وعيش حياتك واختار اي واحده تحبها. مع عدم مروح، مع عدم مروح. يا ريت يا جماعه انكم كلنا استوعبنا الدرس، حطينا ايدينا على النقط المهمه في حياتنا، قربنا البعيد، وكل واحد فهم كويس قوي هيبدا منين. اللي هيبدأ من نفسه، واللي هيبدأ من بيته، واللي هيبدأ من مكتبه، اللي هيبدأ من مصر، واللي هيبدأ من بيروت بإذن الله. المهم إن يكون الحب اللي انت هتحققه هو الحب المستحيل. زمرات سندوتش باتنين جنيه عسلية. طبعات حتة باتنين جنيه برضو. حته باتنين جنيه وسندوتش باتنين جنيه؟ ما انا مش هينفع بقى بذمتين، انا الشقه كلها بتاخد مني باتنين جنيه عسليه. كده برضه وانا بقول انت اخويا برضه. سيبني بقى في حالي، انا مخنوق. مخنوق من ايه بس؟ الهام بقى لها 3 اسابيع ما بتردش عليا، انا صارف عليها لحد دلوقتي مسجات ب 15 جنيه. بقول لك ايه؟ مفيش واحده تستاهل. لا، الهام دي حاجه ثانيه، انا بحبها، بحبها عسليه قوي. اهي بتتصل. طب رد. حاضر. رد. سيبنا رد، اديني مساحه رد بقى. طب رد. ايه الهام؟ في ايه الهام؟ بقالك فترة ما تردش عليا ليه؟ ايه؟ في المطار؟ مسافرة مع ابوكي؟ انا ما حدش هياخدك مني يا الهام. ايه الاوفر ده؟ بتقول لك ابوها. اه صحيح، مع ابوها. طب انت مسافرة ليه مع ابوكي؟ هيعمل عملية في لندن؟ عملية؟ ليه؟ بيتاجر في الاثار؟ الله. عملية في القلب؟ اه. ويا ترى بقى هتقعدي قد ايه في لندن؟ 3 سنين؟ ليه؟ الدكتور اللي عملها له في ابتدائي؟ انت بتشتغلين يا الهام؟ طب الهي ما يقوم منها تاني يا الهام؟ الهام ما تمشيش وتسيبيني. الهام قفلت في وشي. ما تقف. ايه الاوفر اللي انت فيه ده يا ابني؟ مدهور في نصيبك، الصبح جاب لك واحده غيرها. بحبها. بحبها. ما فيش حاجه اسمها حب في الزمن ده. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ الفريدة بتتصل. رد عليك. ارد؟ رد يا عم رد. الو، ايه يا فريدة؟ ايه؟ في المطار؟ مسافرة مع الهام؟ هتقعدي 3 سنين؟ عشان ابوها بيعمل عملية قلب. طب انت رايحة ليه؟ بتونسيها. من الاخر كده الشغل ده ما ينفعش معايا. شغل تعملوه مع زمارة عشان عيل غلبان عبيط. احترم نفسك يا حسين. بالسلامة يا اختي. على رأي المثل، اوعى تعمل اللي تقول لك انا ماليش غيرك، الصبح معاك وبعد الظهر مع غيرك. بالسلامة يا أمورة. ما تعيطش يالا، أنا فهمت الفولة. بقول لك إيه؟ شكلهم كده رئيس سافرين باريس، في أي حتة كده يحطوا. لا، ما تظلمهاش، ما تظلمش الهام، الهام بتحبني. بتحبك إيه يا عبيط أنت؟ ما شفتكش الا يوم واحد، بتحبك ازاي؟ ما انا مفيش حد في حياتي غير. حرام عليك يا عسلية. عبان، انا مش هينفع اكمل حياتي. انا هنتحر. انا شايف كده برضه. انا هنتحر. انتحر. هنتحر. انتحر يا ريس. هنتحر. اوعى عينك بتمد ايدك على قد ليه؟ يا عم انت ملففنا الحاره كلها، عايز مننا ايه بقى يا ابني؟ لازم نبعد عن القهوه اكبر فتره ممكنه. اكبر فتره ممكنه دي معناها ايه دي يا عم؟ خلص بقى. في ايه؟ اخوكم مال طلع تقيل قوي. تخين؟ تخين ايه يا غبي؟ امال ايه؟ حد مهم جدا. لازم انا مهم، مش ابن امبابا يعني امبابا باريس مصر. بس يا حبيبي انت هتنقط، اسكت خالص انت. المهم يا سياده المستشار، ايه هي الخطوه التاليه؟ الخطوه التاليه ان احنا نروح نقابله
لان انا طلع عين اهلي عشان اعرف اخد منه معاد. بص بقى سعاده المستشار العيله، انا مش هتحرك من هنا الا لما تديني النسبه بتاعتي. نسبه ايه يا غبي؟ ده اخوك انت. بس اسكت خالص. الاهم يا سعاده المستشار ان ما ينفعش اروح لاخويا وانا جعان عشان عينيا ما تروحش على تفاحيه كده ولا ايدي تروح على موزايه كده. فعلا